أول حاجة درتها الصباحة هي صلاتها، طلبات وشكات على الله مع الفجر، ومع الوحدة لبسات حوايجها وتسلات بلا ما يشوفها حتى واحد، لا من جدها ولا من امها اللي مخشية في بيت النعاس كيتسمع غير صوتها كتهضر في التليفون وكتقلب على حل حريرتها. أما حتى من عمها فبدا يومه بشرع على ولده اللي غيحمق ويخرجه. خرجت أمنية ركبت سيارتها وكانت وجهتها دار يوسف اللي مصهرها ومبيتها في العذاب طول ليلتها. وقفت قدام العمارة وهزت راسها كتنهد، شدت في صدرها كتصمت القلبة، زعمات وخطات جوج خطوات، تردات في الأول وفكرت تراجع، رجعت باللور خايفة من اللي غيوقع، ومن شوفت يوسف اللي فيها تخدع زيرت على عينيها وقررت تطلع، حتى لقات رجليها حاطينها حدا باب دارو. هزت يدها وكأنها هزة حديدة ثقيلة بالسيف باش قدرت تدق، دقة مور دقة وهي واقفة كتسناه يحل. عاودت صونات مرارا وتكرارا والباب ما تحلش، حنات راسها ورجعت ادراجها كتشرج ليها وتمسح في عينيها، طلعت لسيارتها وسدت عليها، هزت راسها وبقات كتشوف في العماره ورجعت قلبات وجهها كتبكي ومشات بحالها. سوادت حياتها وجفوا دموعها، حتى حاجه ما بقات كتفرحها وحتى من المدرسه ما بقاتش كتمشي ليها، مرضات بالاعصاب ورجع اللي حضر معاها كتصدح عليه الباب، سد عليها وما بقات لا تسمع ولا تقرقه بالنعب. كل شيء تصدم في التغيير المفاجئ، والكل كيظن أن سببها هو ولد عمها واللي عليه بغات تهبل، عيا ويديروا لها في الخاطر وعينيهم كيشوفوا صحتها اللي غادية وكتسل. ما لقاو لها جهد وما لقاوش لها الحل، ليلها بحال نهارها تبات في الميساجات كترسل، وتصبح في البكا كتغزل. 3 أيام وهي على نفس الحال، قلبها ما هناها ونضت لبسات حوايجها وقصدات سيارتها في اتجاه دار يوسف، وحدة بابه وقفت غتسخف، وجهها صفر وشاحب وحلقة نشف، عينيها دابلين وبلهفة كتسناه يخرج باش تفهمو شنو وقع، وليه تتأسف على أمل يفهمها ويحن قلبه ويعطف عليها، لكن بدون جدوى. بقات كتصوني حتى عيات وبصوت مرتفع غوتات وقالت وهي كتبكي وشاقات، أنا عارفك كين، افتح يوسف نهضر معك، افتح لي غير نهضر وافتح، راك ما فاهم والو. دقات وضربات وزدحت في الباب حتى عيات، في الاخير دابت مع الباب وهي كتبكي، زلقات على الارض طاويه رجليها جلسات كتخبط خبطه ثقيله ومن بكاها ما حبسات، عيات تسنى في الباب يتحل وما تحلش، وقلبها كيقول راه كاين مور الباب واحساسها ما كيكذبش. بعد طول انتظار وقفت كتالم على قلبه اللي ما حنش وعلى النار اللي في جسمها كتنهش، خطوات ثقال هبطات في حالها، حلت لاسانسور وتكات راسها ساهية والدموع على خدودها نازلة. منهار رجعت في حالها وعلى نفس الحال، مشات أيامها حتى النهار اللي دخلت عندها أمها البيت مكسورة على بنتها، بشوية فيقاتها وبهمس قالت في ودنها، نوضي يا بنتي نوضي، راه اليوم عندنا الجلسة وما تنسيش علاش وصاك عمك الله يرضي عليك. حلات أمنية عينيها التعبانة وهي كتفكر أش من هضرة قال لها عمها وأش من وصية علاش وصاها، وش حال ديال الوقت داز بالزربة وصل موعد الجلسة. ماشي بالزربة وصل موعد الجلسة، ولكن الوقت اللي مر على أمنية وهي روح بلا جسد مهدودة وتخلط ليلها مع نهارها، وحتى ما بقاش كتعرف شحال ديال الوقت داز، حتى من الهضرة والوصية ما دخلتش لها الودن، حيت كانت مصمكة وفي ودنها غير صوت يوسف وقدامها غير صورة يوسف وفي دماغها غير يوسف، حياتها كاملة هي يوسف. لبساتها أمها جاكيت وسروال جين وتريكو في الغوز وهي مرخية ما كتحرك لا يدها لا رجليها، جمعت لها شعرها اللور وبستها في حنكة، يلا ونوض يا بنتي الله يرضي عليك، شهدي مع راجلك وغيخرج ان شاء الله، ما ديريش في راسك يا بنتي يلا نوضي. شدت لها في يدها ونوضتها كتبوسها وكتطبطب عليها بشويه، طلعتها في السياره حتى جدها اللي عنقات لها راسها حطاتو على كتفها وانطلقوا في اتجاه المحكمه. دخلوا مجموعه القاعه كبيره فيها مجموعه من الناس وكل واحد فاش خدام، جالسين مصافين فوق كراسي طوال حل دروج من النساء والرجال، والوسط جالس القاضي والمرافقين ديالو بلباسهم الرسمي. جلسات أمنية وسط أمها وجدها مقابلة معاه هي وعائلتها في الصف الأول، ساهية والدمعة في عينيها واقفة، بجنبها أمها شادة لها فيتها وكتزير عليها بحليلة كتعطيها القوة والطاقة. واحد شوية دخل يوسف حاضر راسه بين فيه الإرهاق وقلة النعاس، وسامت وجهه براءتها خباتها اللحية السوداء الكثيفة اللي نازلة حتى العنق،
ما تلفتش ومشانيش انجلس في واحد جهة اخرى في جنبهم. شبك يديه وحطهم على الطبلة وحاد راسو عقد حجبانه. الصدمة اللي في أمنية ما خلاتهاش تلفت للجنب وتشوفه غير عائلتها اللي شافت فيه هزة راسها السماء. يطلعوا يهبطوا فيه لأنه جاي بوحده بلا محامي، ماشي بحالهم عندهم محامي ومتأكدين غير بحول الجلسة. واخا المحكمة الأمريكية ماشي هي المحكمة المغربية، والقاضي ما كيحكمش باللي بغا، حتى كيشوف نسبة الحضور وآرائهم في الدعوة، عاد كيحكم داكشي اللي شافته النسبة الكبيرة من الناس هو الصح. واحد شوية دخلوا شرطيان مدخلين معاهم نزار، وقف كيشوف فيهم وقلب عينيه جهة يوسف، شاف فيه بحقد. وقفوه البوليس الوسط وتفتحات الجلسة. بدا المحامي كيقدم وكيدافع بكل جهده على الموكل ديالو اللي هو نزار، والكل كيسمع ليه، ومجموعة ديال الناس كيتصنتوا كيتناقشوا بيناتهم في هدوء. وقفوا كاملين ضد نزار ملي سمعوا انه تسبب ليوسف بالضرب والجرح المبرح، ولكن سرعان ما تقلبوا ضده ملي سمعوا قضية تحرش على خطيبته، وكلهم قالوا انه مذنب. يوسف ساكت وكيسمع، وحالته هي نفس حالة أمنية اللي ساهية كتطور في عينيها. تعيط لها القاضي وناضت بهدوء، وقفت الوسط وسولها هادشي كاين، واش تعرضتي للتحرش من طرف يوسف بن عطية؟ تكلمي وما عندكش مناش تخافي. بقات ساكتة وكتشوف فيه وحركت راسها للجنب، شافت في نزار اللي ابتسم لها ابتسامة خفيفة. تلفتت جهة الناس اللي كيشوفوا فيها بشفقة وكيبتسموا لها، دورت وجهها اللور عند عائلتها وابتسموا لها وحركوا لها راسهم بالإيجاب. جات تدور ويتقشع يوسف جاز في جهة أخرى بوحده، هز راسه وشاف فيها وقلب وجهه بحال إلا عيفة. تفتحوا عينيها وبدا صدرها كيطلع ويهبط، وهي كتشوف فيه بلهفة وشوق وحنين، حتى بدا القاضي كيضرب في الطبلة ويعود السؤال. شافت فيه بحال شي حمقة، كتحرك راسها بالنفي وهز صبعها كيترعد وكتحركه بالنفي. كتشوف فيه يوسف وكتشوف في القاضي وكتردد لا لا لا، هو ما تحرش بيا، انا ما مخطوباش، هاد السيد عنده علاقة مع صاحبتي ماشي معايا انا ما مخطوباش ليه. بقات كترعد وكتشوف يوسف وكتبكي، حتى ضرب القاضي بالجهد وقال ليدي أمنية، واش هاد السيد تحرش بيك ولا لا؟ ركزي معنا شوية. الكل سكت مصدوم، الناس بقوا غير كيشوفوا فيها، اما يوسف خرج عينيه فيها وبقى مصدوم. تلفتات بكل جرأة عند القاضي وخرجت عينيها كتهضر، وتلفت وكتشير بصبعها لعائلتها. دمها سخن ولسانها حلات فيه الهضرة بحال الا شي واحد كيهضر بلاصتها. وفي كل مرة تشوف في يوسف كتخفض صوتها وكتبغي تبكي، بكل جرأة كتحرك راسها باللا ما تحرش بيا، انا كنت مريضة وهو كان الطبيب ديالي، وعلى يدو انا بريت، كان كيعاملني باحترام. شارت للنزار، هذا اللي كيتحرش بيا وكيقول الناس خاطبني وهو داير علاقة مع صاحبتي. شارت لعائلتها كتبكي، وهما اللي حرشوني، هما اللي قالوا لي نشهد ضده حيت ما بغاش يتنازل على الدعوة، وحيت مشاو عنده باش يعطيوه تعويض ورفض، ولكن انتي قلتي للضابطة انه تحرش بيك ودابا كتقولي هضرة اخرى. بدات كتبكي وكتنخسس، لا هما اللي بزوا عليا نقول داكشي، هو ما تحرش بيا وانا ماشي خطيبته، وإلا تحرش بيا ما من حقوش يرفع عليه دعوة، حيت اصلا ما عنده بيا حتى علاقة، وعلاقته مع صاحبتي انا ما كنعرفوش. كيفاش ما كتعرفيش شو هو ولد عمك؟ واخا ولد عمي بعيد وما كنشوفوش، بحال الا ما كنعرفوش، ما بينو وبينو حتى حاجة، غير فاش تشد جابوني نشهد. العائلة كاملة وقفت مصدومة وكيحركوا راسهم بالنفي كأنهم كيكذبوا هضرتها غير بعينيهم. بدات امها كتغدد وكتجبد في يديها وتعيط على أمنية باش تسكت، حتى دار فيها القاضي وهددها الى ما سكتاتش تخرج من القاعة. تلفت عند يوسف وقال باش نثبتوا صحة الكلام غنسولك، واش بصح تعرض عليك مبلغ مقابل تنازل على الدعوة؟ وقف يوسف وتنهد بصوت مبحوح قال كاين هادشي، في الكلينيك جاو زاروني وعرضوا عليا نتنازل على الدعوة، فاش رفضت هدوني ومشاو. رجع جلس وتلفت القاضي عند أمنية، يمكن لك ترجع لبلاصتك. مشات جلست في بلاصتها وبداو الناس كل واحد كيعطي رأيه في القضية، والقاضي كيسمع. وقف كل شي في صف يوسف وتأثروا بكلام أمنية وبكاها. لحظة صمت واستشارة مع المستشارين، دق القاضي على الطاولة وبدأ في التقديم. العائلة كاملة داخت وتلفات، وأمنية جلست في الطرف وتركنات كتشوف غير في يوسف وتبكي على أمل تبقى فيه ويعطف عليها. صدر الحكم وتحكم على نزار بست شهور حبس وغرامة مالية من العائلة اللي رفعت دعوة ضد يوسف بتهمة تحرش. رفعت الجلسة وداو نزار وهو كيدور مراه وعيط على باه يفكه، أما هاد الأخير جالس حاد الراس على يديه بحال إلا تضرب حجر الوجه.
ما تيقش داكشي اللي وقع، لا هو لا الجدة ولا مدام مونيا. بعد إصدار الحكم وإغلاق الجلسة، تلفتات مونيا جهة يوسف، لقات وطار ناضت بلا عقل من حدا أمها كتجري كالحمقى والشعر طاير في السماء، وموراها مدام مونيا كتعتر بالطالون باغا تشدها وكتعيط من موراها، حتى بحات في الآخر ما شدتهاش وغبرات من قدامها ومشات. شدات أمنية طاكسي كتلهت ومتلهفت وصل عنده، نزلت حدا عمارته وطلعت للدار كتدق وتصوني بلهفة والدموع في عينيها، حتى عيات وجلسات جامعة رجليها حدا الباب كتسناه. بدات أمها كتعيط ليها وتعاود، في الأخير طفات عليها التليفون وخشاته في الجيب وتكمشات. سمعات الباب ديال لاسانسور تحل وهزات راسها شافتو جاي جهتها كيشوف فيها بحزن وشوق وحنين. ناضت كتجري وكتبكي عندو، عنقاتو وطلقاتها للتنخصيص والبكا، عنقها هو بدوره وزير عليها ومغمض عينيه، خشى وجهه حدا ودنيها كيمشي وكيجي بها، شد ليها في وجهها بيديه وبعدو شوية بس ليها جبهتها وبقى مغمض عينيه رجع شاف فيها وعاود ضمها بقوة حتى سكتت من البكا. شد ليها في يدها وفتح الباب، دخل الدار سدو وهي تعلق فيه عاوتاني ما ساخيش طلق منه. حتى انا توحشتك بزاف، عاود جرها عنقها وباس ليها يدها وقال فين خليتي عائلتك؟ ما نعرف انا خليتهم في المحكمة وجيت. دوز يدو على شعرها بحنان، عندك يكونوا كيقلبوا عليك وتطيحوا في المشاكل. هزات راسها فيه والدمعة في عينيها، المشاكل هما اللي داروهم ليا، هما السبب في كل شيء. تنهد وطبطب عليها، شوفي كي وليتي واش ما كتاكليش النعمة، شوفي وجهك كيفاش رجع. شحال من مرة جيت عندك، شحال من مرة كنبقى ندق هنا تا كنعيا، وكنمشي كنتي كتسمعني ياك؟ بدا كيحك في لحيته ويدور في عيني وهي تبدا تبكي. كنتي كتسمعني وما كنتيش باغي تحل، علاش ما بغيتيش تحل عليا؟ علاش؟ حيت كنت مريض شهر وزيادة وانت مريض. شاف راسو حلو وهو يشوف فيها، ما كنتش باغي نهضر معاك حيت كان كيسحب ليا داك ولد عمك خاطبك وانتي كتكذبي عليا. لا ما مخطوبينش، هو كيقول الناس انا خطيبته. وكيفاش حتى خانك؟ هيك ما بينك وبينه والو، علاش قلتي للقاضي خانني مع صاحبتي؟ الخيانه كتكون في حاله ما كانت علاقه بين جوج الناس ولا لا؟ تلفات وبدات كتدخل وتخرج في الهضره وهو كيسطر بستيلو حمر على اي كلمه خرجاتها. راه ما قصدش زعما خاني، انا قلت هكاك القاضي باش يعرف باللي يكون بصح بيني وبينه شي حاجه ما يمشيش مع صاحبتي. شكون هاد صاحبتك؟ هي وراه هي إلينا، عقلتي ديك المره فاش جيتي عندي بالليل في الموتور؟ ديك الليله قلت لك خارجه معاهم وبزز عليا باش نخرج ياك. ايوا فاش خليتهم تما مشاو واقيلا لشي بلاصه باتوا فيها. من داك النهار ما شفت إلينا، حتى صيفطات ليا ميساج وقالت ليا بلاتي انا غنوريه لك. جبدات التليفون من الجيب شعلاته يلاه بغات تدخل كتقلب على الميساجات، بدات امها كتصوني ما خلاتهاش حتى تدخل الميساجات، بلوكات نمرتها وجبدات الميساج وراتو لي قراه وشاف فيها بتشكيك. وعلاش كتقول لك سمحي ليا؟ هي بينك وبينه شي حاجه؟ شافت فيه مخرجه عينيها وهي تلف، بقات غير كتمتم. حصلت بين اسئلته ونظراته ليها اللي كتاكد انه شاك وما متيقش، وهادشي كيزيد من توتر امنيه. بدات كتعرق، الحراره طالعه معها، خايفه ترجع للجحيم اللي كانت فيه والاكتئاب اللي دوزات الى مشى حتى تخاصم معها. عيات وفشلات وتنهدات بملامح حزينه وقالت علاش كتشوف فيا هكا؟ راه ما كنحملوش وهو كيقول لكل شي رانا خطيبته. حتى إلينا قالها ليها مرضني في حياتي، ما كرهت شكون ما كانش ولد عمي، عقدني وما حامله ما قابله. عودت هزات عينيها في يوسف، لقاتو مازال كيشوف فيها بنفس النظره. تنهد وحرك راسه بالايجاب وقلب وجهه ساهي قدامه. ردت الفعل ديالو وسكاتو وما طمأناتهاش وما بغاتوش يشك فيها باش حتى هي ترتاح من جهته. هنا لا البال، حطات يدها على ركبته وطلت عليه بشويه ما تقتيش بيا. هز راسو وشاف فيها بجديه تيقتك، ولكن حصل عليك شي كذبه اخرى وما غيعجبكش الحال. اما الا كان بصح خطبك وفرتكتيها على قبلي ونكرتي كل شيء، هذيك بوحدها ما عليهاش الهضره. طلقاتها اللبكه كتبرد بيه على راسها وكتقول وصافي دابا نسى، انا ما عمرني نكذب عليك، ها حنا غنشوفو. وسكتي دابا، عينيك طابو من اللبكه. تكمشات فيه عاقده حجبانها كتنخسس وهو ساكت حتى بردات وقال لها امنيه نعم، هادشي اللي كتلبسي وهاد المزير هذا ما عجبنيش. هزت راسها فيه وشنو؟ ديري الحجاب ولبسي الطويل حد الركبه، غتجي حسن بالحجاب. بقات ساهيه وكتشوف فيه وكتفكر ولكن حوايج المحجبات ما كاينينش هنا، كل شيء كاين. بلاصه ما تلبسيها الجاكيت قصيره لبسيها طويله نازله شويه
وبلاصه ما تلبسي تريكو هكا قصير مدابز مع السروال لبسيه طويل مع الجين حتى للركبه ولا فوق الركبه، يكون شويه واسع وديري الفولار، راه حتى هو عنده حوايج وعنده ستيل ديالو مستور وزوين حسن من هاد الشيء. بداي بعدها هكا حتى تولفي، وديك الساعه يحل الله بقات ساكته ما لقات ما تقول، وهي تحرك راسها بالايجاب واخا صافي غنبقى نديره. ابتسم وبس لها راسها، كبرت لك اللحيه بزاف وقويه، شوف فين وصلت، دوز يدو عليها كيجبدها، شفتها خليها غنقادها غير من تحت شويه ونخليها، جاتك زوينه حتى الدراري كاملين ولاو كيخليوها طويله كتجيهم زوينه. كيبتسم وكيدوز يدو عليها، سبحان من زين وجوه الرجال باللحي، تخيليني مكرضها اجي خايب، كنبان بحال شي دري صغير ولكن هكا احسن ما نقدرش نخرج بلا بيها. وريني نشوف تصاورك، واخا سيري جيبي داك البيسيره واجي نوريهم ليك. ناضت بالزربه جابته ليه وجلست حداه، حطو على حجر وشعلو ودخل التصاور كيوريها وحده مور وحده، ملي كان يلاه صغير في اول تليفون شراه بكاميرا، راها الصوره ديالو هو بلا لحيه وهي تهز راسها فيه كتاكد، شاف فيها وبدا كيضحك، مالك تصدمتي؟ لا كتبان كي شي دري صغير، عندك ملامح زوينين، شكون هذاك اللي معاك؟ هذاك صاحبي حمزه راه في المغرب، قولي خويا تقريبا، كبرنا انا وياه ملي كانت عندنا 6 سنين، انا هنا عندي 18 سنه انا وياه. مخرجه عينيها في الصوره، كتبان هنا قصير وضعيف، راه كنت كنموت، كان عندي الباك ديك الساعه وكنحفظ بالليل والنهار، غير وصلت ل20 عام بديت كنتجبد بحال لاستيك دغيا طواليت. شافت صوره اخرى هو وحمزه كيبيعوا الحوت وحالتهم حاله، حمزه هاز حوته كبيره كيفرنس ويوسف هاز جوج ميكات ديال السردين كيضحك، ومصورين قدامهم صنادق ديال الحوت وحداهم كروسات الخضر. شافت فيه مصدومه وهو كالعاده غلبته الضحكه، كنتي كتبيع الحوت؟ وييه هنا كنت كنقرا وكنخرج نمشي نعاون حمزه في الخضره، وفي العشيه وفي الويكاند الصباح كنبيعوا الحوت والخضره وهي غاده، ما كانش كيسحب ليا كنتي كتبيع الحوت، اللي شافك ما يقولش دوزتي هادشي كامل. ايوا هانا الطبيب دابا معلق الصناطات ولابس مزيان، ماشي هو اللي واقف في السوق وكيعيط على السردين، راه الدنيا كدور، وهذا صاحبي راه موظف في الوزاره دابا. مزيان بدا كيدوز الصور وهي تشوفه مصور لابس جلابه بيضاء وبالغصفره نقي وكيشعل كيستلم الوسام. عطاك الملك وسام؟ اه، ومن حبش جيت قريت هنا، علاش شحال جبتي؟ قلب وجهه كيضحك، 19.5 ويلا قدرنا نديرو بها الطب، كاين اللي جاب 9 وراه وزير في قبه البرلمان، كنتي مبدل فاش كنتي صغير. شاف فيها كيضحك، انتي باينه كنتي غليظه فاش كنتي صغيره ياك؟ جمعت الضحكه وبقات كتشوف فيه وكتجمع النفس، مرضاتش شافته ما هضر شويه ترجع للبيسي وهي تقول واش انا خايبه؟ قلب وجهه جهته كيطلع ويهبط فيها ويحرك راسه، ما بيكش عندك حقك من الزين. كانت ناقصها غير هاد الهضره وتزيد تأزم بعد ما كانت ضاحكه، سكتت شويه ورجعت قالت دابا انا غليظه؟ تلفت كيشوف فيها، ما نعرف واش الحوايج اللي نافخينك دابا ولا انت هكا دايره اصلا، وراه شفتيني هذيك المره في لانيف ديالك بالكسوه. شاف قدامه كيلعب في البيسي وقال ما رديتش البال، وديك المره فاش جيتي عندي بالموتور في الليل كتفكريني بعدا، ما عقلتش حتى داك النهار ما رديتش لك البال، وراه باينه غليظه ولا رقيقه. شاف فيها بجديه، راه بصح ما حققتش وما رديتش لك البال، ديك الليله جيت معصب وكنت ناعس طالع ليا الدم، انا على بالي انت راك في داركم حتى كتعيطي ليا، انا راني في البار، شفت غير البرد والسم وانت حاله داكشي، ما عرفت اش كنتي لابسه ولا كي كنتي دايره، والمره الاخرى في لانيف ما بقيتش كنحقق فيك، راه هضرت معاك ومشيت. غليظه ياك؟ وجهها غليظ، حطيت يدها على وجهها، عادي وجهك عامر ماشي ضعيف، ديك المره كنت قلت ليك حروفك واضحين وزوينين ما محتاجاش ماكياج وداك التخربيق. تنهدات وبدات كتشوف فيه مكونيكتا كيكتب، وكل مره كيقطع على كام اللي كترسل ليه، غوشات وهي تقول مع من كتهضر؟ شكون كيصيفط لك فلاكا؟ رد عليها بشويه مركز مع البيسي وقال مع صاحبي حمزه اللي شفتي معايا في التصاور، جيبي معاك داك الكاسك عافاك. ناضت جابت ليه الكاسك عطاته ليه وبدات كتجمع الروينه اللي عنده، قلت خلي عليك داكشي راه كنت مريض ما قدرتش نوض لي. لا ماشي مشكل، هزات بلاستيكه جمعت فيها الكواعد المشتين ومشات للكوزينه، يلا بغات تبدا في المعان، وناض عندها حيدهم لا من نيدها، اجي قلت خلي داكشي دابا نغسله. لا لا غير خلي انا غنغسلهم دغيا، كيمسح لها يده، صافي هضرت معاك دابا، اجي تجلسي هادشي ما غيهربش، لا غير خليني، ما كاينش بزاف دغيا نسالي عافاك،
بدات كتحلف عليه حتى خلاها ورجع جلس. دار الكاسك في ودنيه كيسمع الحمزة طالق لاكام وكيشوف وكيكتب، وكل شوية يهز عينه في أمنية. مالك ساكت محيط درسة؟ معايا شي حد في الدار ما يصلحش ليا نهضر. شكون، الزهرة ولا البهلة؟ البهل هو انت. اش درتي في المحاكمة؟ ياك ما غرقاتك مسخوط الوالدين. بالعكس، صادت في عائلتها كاملة يا المسخوط. انا ما تيقتش الدعوة اللي جاتني على التحرش، طلعوا عائلتها هما اللي كيضغطوا عليها. ياك وشكون معاك تما؟ هي اللي معايا. ياك خرجت طريفة وتفكيتي على خير، اش مازال كدير عندك تما؟ صافي بعد منها، غدير لك غير المشاكل. كون دابا تشديتي اش غيطلع علينا من هادشي؟ صافي تمشي في حاله، ما عندنا ما نديرو في الصداع، ومازال جايه تال عندك وجالسه معاه. واش باغي تخرج على راسك؟ طلق الزمر يمشي بحالات، وغيصدقوا والديها لاحقين عليك ويديروا لك شي قضيه اغتصاب ولا اختطاف ولا كذا. جاوبوا يوسف بسخريه، كاع راه البنت كبيره ماشي برهوشه، وعندها حق تخرج ودير اللي بغات. هنا كيعطيو اهميه بزاف لحقوق الابناء وداكشي. واصلة سن الرشد والقانون من جهتها ما بقاتش قاصر. راك عارف الحياة وهي والقانون كديرين. هنا سكت وهز راسو، شاف فيها لقاها كتغسل الماعن وتشوف فيه باستغراب وتشكيك. سمعات واش قال، وحتى هو رد البال راسو ملي شافها كتشوف فيه، وعرف انه نسى وهضر حتى سمعاته. دارت راسها ما سمعات والو، وقلبات وجهها قدامها كتغسل الماعن. زفر يوسف ورجع كيكتب بالزربة، ماشي وقت الهضره دابا، حتى من بعد نهضروا. غتقطع دابا غنخسر معاك يا يوسف، خرجها تمشي في حالها. اخويا مالك تقلب على المشاكل؟ واش ما عايقش براسك ولا مالك؟ عاد دابا كنتي في المحاكم بسببها، وكليتي قتله بسببها، ومازال مجلسها معاك في الدار. واش كتسنى حتى تخرج على مستقبلك اللي شحال دمرتي عليه؟ وحتى قربتي تسالي في الاخر يمشي كل شيء تضرب في الزيرو. راك كبرت يا يوسف، ودابا خاصك تحقق انجاز. ما بقى لك ما تعاود من الاول الا مشيتي حتى ضيعتي كلشي. ما خدمناش في صغرنا وتكرفسنا باش فاش نكبروا ونشرفوا نعاودوا كلشي من الاول بحال الا ما درنا والو. اوف سمعني، الله يحفظك يا يوسف، الله يسهل عليك. خرجها تمشي في حاله، ما فيها اللي يجي من المغرب هاز القفه حتى الامريكان. صافي قطع معاها في مره وهنينا، راه الا بقيتي تابعها غتخرج عليك. تنهز يوسف تنهيده طويله، وبدا كيكتب ويحرك راسه الحمزه بالايجاب. شنو غندير ليها دابا؟ نجري عليها؟ راه شهدات ضد عائلتها كاملين، ما جاتش نجي نقلب عليها. دابا من الاخر واش عينك فيها؟ عاجباك؟ قول عجباني، ولا كتبغيها ولا شنو؟ كتب لي في ميساج كتبقى فيا وصافي، ماشي كنبغيها. راه مريضه، راه مريضه نفسيا، حتى تصرفاتها غريبه ماشي طبيعيه، ما كتعرف الوالو وما كتفهم الوالو، وخايفه غير من جنابها. راه فشي شكال هي، كنعرفها، ماشي انت باش غادي تحكم عليها هكا. حيد يوسف الكاسك باش ما يسمعش غوات حمزة، ورجعوا كيتكاتبوا في الميساجات. واش انت طبيب نفساني؟ لا، دونك خليها تمشي تعالج بعيد عليك، وخلينا احنا هانين. فوقاش يسالي هاد الزمر وترجع في حالك؟ بعد عليها، ما عندك ما دير بها، البنت بهله وكلها مشاكل، من مشكل لمشكل، وديجا هي مخطوبه لداك ولد عمها، تمشي عنده تعطيك اتساع. ما مخطوباش، من بعد نعاود لك البلان. وانت مالك، تكون مخطوبه ولا ما تكون شغلك؟ مشيتي تقرا ولا تحل مشاكل عباد الله؟ كنتي بخير مع ديك الزعره حتى بانت هاد خيتي هادي، وقلبات لك حياتك. مرض كيدير اللي مريض يمشي يداوى، ما يمرضش معاه واحد اخر ويخرج ليه على حياته. اسمع نقولك، ما عندكش من غير قرايتك وديبلوم ديالك، ولا ضيعتيه غير بقى تما ما تجيش هنا، حيت هنا ما كاينش فين غتخدم، والبوست المخير كيتعطى لباك صاحبي، وغتبقى كتشومج هنايا بسبب وحده مزعزعه في عقلها وعائلتها صايط لهم الريح في الراس وشبعانين فلوس. اليوم غداها هي مشاكلهم كامله تحلت، ونساو كلشي، وانت ديك الساعه طلع معاك اكبر قالب. صيفطها تمشي لدارهم، ما تبقاش تما. تنهد يوسف وقال، راه عندها اكتئاب حاد، ماشي شغلنا، راه الدواء وراه عندها والديها وراه الاطباء مشتين. الله يرحم لك الوالدين. لامي ما يوسف الا ما بعد منا، راه ما هانيش من جهتها وما دخلتش ليا لخاطري. واخا صافي، انا غنشوف شنو نقول ليها تمشي. دخلتي ليا الوسواس صاحبي، مصلحتك، راه انا اللي غنمرض كنت شديتي في الحبس ولا قتلوك دوك الكلاب، وغتجي غير فيك انت، وانا اللي ما كاين اللي يبكي علينا، بقينا حيين ولا متنا. صافي انا غنصدرها تمشي، مهم انا هنا كنتسنى حتى ترجع. اوف وصافي واخا. ناض خلى البيسي مشعول، قاتله كام شاعله، لكن حمزه حيد ديالو باش ما يبانش ليهم في حاله ما داش شي واحد قدام البيسي. تنهد يوسف وناض كيحك في عنقه كيبتسم الامنيه. صافي ساليتي؟ صافي، انصايب لك غير شي حاجه تاكلها العشاء. شاف الساعه في يدو بجديه ورجع شاف فيها، مشى الحال، غتكون الدار مقلوبه عليك دابا. لا ما نمشيش، بغيت نبقى هنا، ما فيا اللي يمشي تما، وداركم وماماك غتسطى عليك، انا ما بقيتش قاصر. دارت ليوسف طرن في راسه،
وعرفها سمعات الهضره اللي دارت بينه وبين حمزه وترسخت لها في عقلها ودارت بها. على الاقل علميهم راه غيبته بلا نعس، ما عارفينك فين انتي. واخا دابا نعيط لماما، اشنو نصايب العشاء؟ رجع كيحك شعره من اللور بابتسامه. بلاش انا غنعيط نكوموندي شي حاجه خفيفه. لا لا انا غنصايب العشاء، خاص غير الخبز. واخا انا غنهبط نجيبه، ما عرفتش واش اصلا كاينه شي حاجه في الثلاجه ولا لا، حيت ما تقديت والو. مشات حلات الثلاجه كتقلب وتهضر وهو واقف متكي بكتفه على القد ديال الحيط ويديه في الجياب كيشوف فيها وعينيه ضاحكين. كاينه مطيشه، كاين شي تخربيقات، ندير سلطه وشي حاجه مع بطاطا مقليه، ما عرفتش واش كاينه. سدات الثلاجه وكتحرك بعفويه وعاجبها الحال ومتحمسه نشيطه، عكس ديك البنت اللي كتكون في دارهم عطيها غير البكه ومغوشه، ما حامله تهضر مع حد وما باغا تهضر مع حد. ما طايقاش الجو اللي عايشه فيه، بالرغم ان دار يوسف صغيره الا ان فيها جو زوين اللي كيعجبها وكترتاح فيه. تحس بالدفء والسعاده عكس بيتها الكبير اللي ميت بلا روح. مهم انا نازل نجيب الخبز قبل ما يتسد كل شيء. واخا نجيب غير الخبز، اشنو اخر؟ صافي غير الخبز. صافي واخا، لاح عليه التشاكيت ديالو ركب على موطور ومشى. لقى السوبر ماركت اللي قريب ليه سد ومشى كيقلب على الخبز في جهه اخرى. رجع للدار بغى يحل الباب لقاه محلول، دخل كيعيط وكيدور في راسو ما كيسمع حتى صوت. استغرب ومشى للكوزينه، لقى البطاطا محطوطه وكلشي محطوط كيف ما كان. بقى مستغرب وكيعيط امنيه. دخل الدوش ما لقاهاش، دخل غرفه النوم ما لقاهاش. رجع وسط الدار كيدور مخلوع، دقات قلبه كتجري والحراره طالعه معاه. لفت جهه البيسي تلاح قدامه مخرج عيني، خايف من داكشي اللي كيدور في عقله وكيتمنى يكون توقعه خاطئ. اللي زاد خلعو ملي شاف حمزه في الشاشه فاتح كاميرتو كيعيط. نثار يوسف الكابل الكاسك وطلع صوت حمزه كيهضر وكينهش. البنت اللي معاك قرات الكونفرساسيون، ما عرفتش كيفاش. شنو كيفاش ما تقولهاش؟ كنت جالس محيد لاكام باش ما نبانش، وبقات ديالك خليتيها شاعله. كنتسناك تجي حتى بدات كتبان ليا هي مخلوعه وكتطلع على الشاشه بحال الا البيسي غيعضها، باغا تشوف وخايفه. وكل شويه ترجع للور وكتطل من جن شويه، جلست كتقرا في داكشي وانا كنخربق ونصيفط باش الكونفرساسيون تطلع الفوق ما تبقاش تبان وباش تعرفني كنكتب ليك. الساعه هي بانت ليا تبدلات في وجهها وعينيها خرجوا. جلست كتبكي بوحدها، البنت كترجف ويديها كيدرع دخل عادني شويه. بدات كتغوت وكتضرب في الطبله، نضت من قدام البيسي ما عرفش فين مشات. شعلت انا الكام، يوسف كيسمع وكيصوت، كيبان كالبركان كيتحسر وما عجبوش الحال. ما تقبلش انها تقرا الحوار اللي دار بيناتهم، اكيد الحوار ما كاملش، النص تقال في الكاسك والباقي في الميساجات. غير داكشي اللي خلى امنيه تشوى وتفقد السيطره على راسها وتصدم وتنوض كتجري من قدام بيسي. شتي اش قلت ليك؟ شفتيها دابا كيفاش دايره؟ فهمتي علاش كنت انا كنهضر؟ دابا عاد خلعاتك. انا كنقول لك البنت مريضه ونيه دغيا كتاثر، ناري عندك تمشي تنتحر، غديرها وتفوتها لهي. خرج كيجري خلى البيسي شاعل، مشى ديمار الموتور بالزربه والكاسك على وجهه كيطير وصوته بحال الرعد كيتسمع من اي بلاصه داز منها. ليله كامله وهو كيقلب جميع الشوارع والازقه شيكاغو تسارها، ما خلى حتى بلاصه وفين ما يبان ليه شي صداع ولا شي دباس ينزل من الموتور كيجري يدخل الوسط. كيقلب ملهوف ومخلوع ما حاش برازو، حاول يتصل لكن تليفونها طافي. عقله غيخرج من بلاصتو وجهه تصير كيلهت وكينهج بالخلع. وقف فوق واحد القنطره عاليه كتبيه المدينه ونزل حيد الكاسك. بان وجهه وعينيه مزيرين وجبهته مكمشه. نزل كيدور بحال الهبيل في بلاصتو، هز راسو في السما وشد شعره بدا كيغوت ويتحسر. تكى بالجهد بيديه حاد راسو كيطلب الله، والبكيه شاده كيتمنى يلقاها وما تكون وقعت ليها حتى حاجه. جميع التوقعات طاحوا لي في باله وكيتخيل شي حوايج خايبين كيزيدوا يمرضوه. حتى من محاولة الاغتصاب اللي تعرضت ليه قدامه بدات كتبان ليه بين عينيه، كيزير على الحديدة بيديه وجهه كيشوف لتحت في الماء وكيحاول ما يفكرش في داك الشيء. حلقة اليوم كتنتهي هنا، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. نتلاقاو غدا ان شاء الله في حلقة جديدة واحداث جديدة على نفس القناة وفي نفس الموعد. دمتم في رعاية الله وحفظه.